كيف مشات المقابله؟ ما كانت سهله. كتلعب مع واحد فريق اللي كتكون من دراري صغار لي جون، تبارك الله، ما ماشي سهل يعني، حتى هما عندهم من المواهب ديال من الموهبه ديالهم. مقابلات بحال ما هادو كيف ما تيقولوا كيتركوا ما تيتلعبوش، حيت كتلعب مع واحد الفريق اللي كيكون عنده لونفي، كتكون عنده الرغبه اكثر، اللعابه كيكونوا متحمسين اكثر. بريمير مي تعرف نجيريا، باش كنا بغينا نخرجوا منهم المجهود البدني اكثر باش نستغلوا المرتدات في الدوزيام ميطا. داك الشيء كيف ما خططنا ليه تحت علينا. ثلاثه نقاط في المحمديه ما زدنا غير طاقه وشحنه باش اننا نزيدوا نخدموا في المقابلات اللي جايه، ونقدموا ان شاء الله من الحسن الاحسن. كيف ما عرف جميع اللاعبين الجداد اللي يلاه جاوا للفريق المغربي الفاسي، كنحاولوا نلقاو ديك التوليفه ماتش بار ماتش ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله نوليو نقدموا كره جميله اللي غتلاقي بينا احنا كلاعبين، وتلاقي بالجمهور المغربي الفاسي، وتلاقي بالمدينه ديالنا. صراحه اخويا حمزه، راه عده مواسم وانا تلعب ضد الفريق ديالي، الفريق الام. كيف ما كتعرف انك كتلعب في المدينه ديالك، كتمنى انك تعطي لكل المجموعه ديالك. صراحه الفريق ديالي كنتمنى ليه ان شاء الله مسيره موفقه، نتمنى ليه يكون دائما في الصفوف الاماميه. كيف ما تعرف كيدوزوا من واحد الفترات لفتره فراغ، كنتمنى ان شاء الله ينوضوا منها.